طيب دلوقتي مشاهدينا خلونا يعني لسه موجودين وبنناقش هذه القضية، قضية التغيرات المناخية اللي في الحقيقة بتستعد مصر لاستقبال مؤتمر تغير المناخ في شرم الشيخ، في مدينة شرم الشيخ COP27، وعلى أرض شرم الشيخ في إنجازات وفي تغير حقيقي بيحصل، بتتحول مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، وهو ده اللي هنعرفه من زميلنا أحمد الحسيني اللي موجود في مدينة شرم الشيخ عشان يقول لنا أبرز الاستعدادات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27. صباح الخير يا أحمد. صباح الخير يا أحمد، صباح الخير لمشاهدي، صباح الخير يا مصر. بداية خليني أأكد على كلام ضيفك العزيز دكتور خالد القاضي، بالفعل المؤتمر وقمة المناخ COP27 ليها أهمية خاصة، والكل بيترقب نتائج هذه القمة في 6 نوفمبر القادم بإذن الله. على الأرض هنا وفي مدينة شرم الشيخ أصبحت المدينة مهيئة ومجهزة بالكامل لاستقبال هذا الحدث المهم الشهر القادم، هذا الحدث الذي يضم الآلاف من المشاركين الدوليين، بنتحدث عن 197 دولة بتشارك في فعاليات هذه القمة. خليني أبدأ معك بداية أحمد جولتنا هنا النهاردة وإحنا في شرم الشيخ مع جولة رئيس الوزراء في يومه الثاني واللي أتمها إمبارح، وبدأ جولته إمبارح بالمرور على الأوتوبيسات والتأكد من استكمال منظومة النقل الذكي. وطبعا إحنا عارفين اللي مدينة شرم الشيخ بتستعد لاستقبال قمة المناخ COP27 بمجموعة من الحافلات الذكية اللي هتتم أو هتقوم بتوصيل زوار القمة بالمجان من محل إقامتهم لغاية الفعاليات المؤتمر سواء كان في المنطقة الخضراء أو المنطقة الزرقاء. هذه الحافلات بتضم 260 أوتوبيس، منهم 120 أوتوبيس بيعمل بالغاز الطبيعي و 140 أوتوبيس بيعمل بالكهرباء، وهذه الأوتوبيسات هي أوتوبيسات ذكية بمعنى أنها فيها أحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة من خدمة GPS، واي فاي، USB، وكمان فيها مجهزة الأوتوبيسات اللي بتعمل بالغاز الطبيعي مجهزة كمان لاستقبال ذوي الهمم. بالتالي احنا بنتكلم عن منظومة ذكية جدا في الحافلات والمواصلات هنا اللي بتشهدها مدينة شرم الشيخ استعدادا لهذه القمة المهمة. وبالتالي رئيس الوزراء اطمأن أمس في بداية جولته الثانية هنا في مدينة شرم الشيخ، أو بداية جولته في اليوم الثاني هنا في مدينة شرم الشيخ، اطمأن على سير منظومة الأوتوبيسات اللي أصبحت بالفعل مجهزة، ويمكن احنا رحنا صورناها بالكامل وتأكدنا وقمنا بعمل معايشة وجولة لها في مدينة شرم الشيخ. بعد انتهاء رئيس الوزراء من جولته في الأوتوبيسات والحافلات ومنظومة النقل الذكي الصديق للبيئة هنا في مدينة شرم الشيخ، توجه سريعا إلى مدينة سانت كاترين. وفي سانت كاترين بدأ رئيس الوزراء جولته بجولة في مطار سانت كاترين واللي تم تطويره بشكل كبير. أحمد، احنا سانت كاترين في الفترة القادمة هتشهد تطور كبير جدا لم تشهده من سنوات ماضية بشكل كبير. مطار سانت كاترين من المقرر ان هيستوعب 600 راكب في الساعة، وده اللي اطمأن عليه دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال جولته امبارح في مطار سانت كاترين، وبعد كده توجه إلى المدينة نفسها وشاهد أيضا مركز الزوار الجديد الذي يتم إنشاؤه في مدينة سانت كاترين في مدخل المدينة، بالإضافة إلى المشروع الكبير الذي يأتي بتوجيهات من القيادة السياسية وهو مشروع التجلي الأعظم، بالإضافة أيضا إلى الفندق الجبلي وعدد من المشروعات التي تشهدها مدينة سانت كاترين في الفترة الحالية. وتحدث مع عدد من الشيوخ في مدينة سانت كاترين، شيوخ القبائل وأيضا من القساوسة، وأطمأن أيضا على سير العمل والمنجزات التي تتم في مدينة سانت كاترين بالتوازي مع مدينة شرم الشيخ. بالعودة مرة تانية إلى مدينة شرم الشيخ اللي خلاص أصبحت جاهزة تماما لاستقبال هذه القمة في 6 نوفمبر القادم بإذن الله، هناك أيضا مشروعات يتم تطويرها، من بين المشروعات اللي بيتم تطويرها هنا في مدينة شرم الشيخ هو مضمار الهيجن، وأنا عايز أتكلم شوية عن مضمار الهيجن يا أحمد، لأن مقرر أن يوم 27 نوفمبر الشهر القادم مدينة شرم الشيخ هتستقبل مسابقة دولية لبطولة الهيجن، وبالتالي تم تطوير الهيجن هنا في مدينة شرم الشيخ، تم إنشاء مضمار للهيجن على أعلى مستوى بطول 6 كيلو متر، بالإضافة إلى تحديث وتطوير منصة الهيجن، المنصة الرئيسية اللي بتطل على مسابقات الهيجن. هذه المنصة يا أحمد كانت في البداية هي منصة مكشوفة، ولكن تم بعد كده إنشاء هذه المنصة لتكون منصة مغطاة مكيفة وفيها أيضا
تكنولوجيات عالية، بالإضافة إلى إنشاء أماكن لمعيشة الجمال، وكمرحلة أولى بتصل أماكن معيشة الجمال إلى 50 جبل، هذا بالإضافة إلى مستشفى بيطري ومسجد بيتم أيضا عملهم في هذه المنطقة، منطقة مدمار الهجن، بالإضافة كمان إلى قرية بدوية، بالإضافة إلى العديد من المنشآت التي تقام في مدمار الهجن. مدمار الهجن بيقام في المنطقة بجوار منطقة السفيري، وعايز أقول لك أن امبارح برضو لما شفت هذه المناطق كلها كانت فيها عدد كبير من السياح، وتحدثت كمان مع البدو اللي أكدوا أن إنشاء هذا المدمار، مدمار الهجن، بيرفع من مستوى الجمال بشكل عالي، وبالتالي كمان بيرفع من مستوى بطولات مصر وبطولات شرم الشيخ في بطولات الهجن على المستوى العربي والمستوى العالمي كمان. يعني التطور كبير بتشهده مدينة شرم الشيخ في كل المجالات، وبالتالي نحن فخورين جدا بهذا الإنجاز الوطني اللي بيتم هنا. إليك أحمد في الاستوديو. شكرا ليك أحمد الحسيني. وفي الحقيقة يعني من خلال السرد والتفاصيل شوقتني اللي أنا أروح وأشوف مدينة شرم الشيخ، لأنها قد تبدو مدينة مختلفة تماما يعني عما كانت عليه. مدينة شرم الشيخ كانت بتعتبر درة التاج للمدن السياحية المصرية، وفي الحقيقة هي ما زالت درة التاج، لكن في نهضة حقيقية وفي تطوير بيحصل في مدينة شرم الشيخ، وبتتحول للأخضر، بتتحول لمدينة ذكية، مدينة تعتمد على الطاقة النظيفة في تشغيلها بالكامل. فيعني أكيد الطقس والجو هناك هيبقى مختلف وطقس نظيف عما كانت فيه، وهو أيضا كان كده، لكن إحنا بنرتقي بالمدينة لاستضافة حدث هو الأبرز والأهم، كوب 27. وده بيأكد أن في مصر ما بقاش فيه حاجة مهملة، لم يعد شيئا متروكا، كل شيء موجود في مصر بيتم تعظيم الاستفادة منه، وهو ده اللي انت قلته بيحصل تحديدا في مدينة سانت كاترين، من تغير تام لهذا المقصد السياحي الديني الهام، مطارات، طرق بتربط شرم الشيخ بدهب بطابة، في تفاصيل كتيرة قوي بتحصل، يعني بتخلينا مستعدين اللي احنا كمان ننظر ماذا سيحدث في قمة المناخ كوب 27. شكرا لك أحمد الحسيني مرة تانية.